بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، مع درس جديد من دروس تعلم قراءة القرآن حرف حرف، وكيفية تخليص الحروف المفخمة من المرققة، وكيفية إتمام الحركات، وأيضا التنبيه إلى بعض الأخطاء الشائعة وكيفية التصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما كسرت الباء، احرص عليها، فبما نقضهم، القاف مقلقلة قلقلة صغرى فانتبه لها، ولا تنسى بأن القاف هي من حروف الاستعلاء، مرتبتها هنا ساكن مرتبة الرابع، إذا أقلقل ولا أنسى التفخيم. نقضهم، الضاد هنا مفخم مرتبة أخيرة مرتبة خامسة، وأكسرها وأكسر الهاء لا أختلس الكسرات، ميم مع الميم إدغام. نقضهم، مي لما أصل إلى ميم ميثاقهم أكسرها، لا أنسى هذا الأمر، ولا أقول ميثاقهم، فبما هذه الألفات هي مقللة، فنقول فبما ميثاقهم بآيات وليس بآيات الأنبياء، انتبهوا إلى هذه الألفات لا تقللوها بارك الله فيكم. والقاف هنا من كلمة ميثاقهم مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، نضم الشفتين في المضموم، الهاء مضمومة، الميم مظهرة، واحذر لدى واو وفاء تختفي، جاء بعدها حرف الواو، لا تجعل صوت الميم يختفي. تقول خطأ ميثاقهم وكفري، أنا أكلت صوت الميم، أم ميثاقهم، ميثاقهم وكفرهم، هكذا بارك الله فيكم، وكفرهم، لا تسحب ضمة الكاف إلى الفاء الساكنة، تقول وكف، انظروا هذا المغزى من تصوير الفيديو، لا أقول وكفرهم، هكذا أنا سحبت ضمة الكاف إلى الفاء، أنا أقول الصحيح وكفرهم، أضم ثم أرجع الشفتين إلى الوضع الطبيعي، والراء مرقق لأنها مكسورة، ميم مع الباء سوف يكون لدينا إخفاء، وكفرهم بآيات الله. هنا طبعا هنالك من قال هنالك فرجة بين الشفتين وهنالك إطباق واو، كل عالم وكل شيخ لديه دليله، ولا تنكر أحبتي في الله من على من أطبق أو على من جعل فرجة بين الشفتين، المهم أنه نقرأ القرآن بإتقان وإخراج المخارج بطريقة صحيحة كما وصلتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بآيات الله، تلاحظون مد بدل هنا لدينا ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة، نمده حركتين، بآيات، انتبهوا إلى صوت الألف، بآيات، ولا أقول بآيات، تمام، وتجعل كأنه هنالك ابتسامة في الشفتين فانتبهوا لها بارك الله فيكم، مكسور قبل اسم الجلال الله التاء، إذا مرقق اللام، بآيات الله، هنالك من يجعل همس كثير في هذه التاء المتحركة يقول بآيات الله، هذا خطأ، الهمس لا يعدم في التاءات المتحركة ولكن يكون لطيف جدا فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. إذا أردت أن أبدأ اختبارا باسم الجلال الله سوف تكون مفخمة لأنه سوف تكون مفتوحة الهمزة القطع، الله، هكذا بارك الله فيكم. انتبهوا لماذا كررتها مرتين، لأنه لدينا الواو مرققة والقاف مفخمة مرتبة ثانية، ممكن أن تقول وقتلهم، يعني فخمت الواو لأنها جاورت القاف، فانتبه لهذا لا تفخمها في كل كلمة وقتلهم، بس فقط عندنا القاف هي المفخمة، وقتلهم، ونتبه إلى التاء الساكنة التي فيها همس. ممكن أن تقول وقتلهم، قلقلت التاء، أو أن تقول وقتلهم، بالغت الهمس، فالصحيح وقتلهم، هكذا بارك الله فيكم، اكسر اللام والهاء جيدا، وقتلهم الأنبياء، انتقلت من الميم المضمومة إلى اللام القمرية، أبغي حجك وخف عقيمة، وهذه الحروف القمرية، لماذا حدث عندي الانتقال من الميم المضمومة إلى اللام؟ لأنه لدينا همزة وصل، الأنبياء، إقلاب نون باء ميم صافية بدون كز لكي لا يتشوه الصوت، هكذا خطأ، الأنبياء بكسرة الباء
لا تختلس الكسرة. ثم لدينا حرف المد والهمزة في كلمة الأنبياء في كلمة واحدة، إذن سوف يكون لدينا مد واجب متصل 4 أو 5 حركات بغير حق. انتبه، لماذا فعلت هذا؟ لأنه بعضهم يقول بغير حق، جعل ياء اللين هنا كأنه فيها نبر، وهذا غير صحيح. فانتبهوا، بغير حق. الغين مفخم مرتبة ثانية، مرتبة المفتوح. قد تعلمتم أحبتي في الله والذي متابع معي ما هي مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء 7. المرتبة الأولى الأعلى هي المفتوح بعده ألف، المرتبة الثانية المفتوح كما الآن الغين مفتوحة، المرتبة الثالثة مضموم كما تلاحظون كلمة قلوبنا وقولهم مرتبة ثانية، المرتبة الرابعة كما قرأت في نقضهم القاف نقضهم قاف ساكنة مرتبة رابعة، ضاد مرتبة خامسة المكسور. فانتبهوا لهذا الأمر، بارك الله فيكم. الراء مرققة من كلمة بغير حق. إذا طبعا إذا أردت أن أقف على كلمة حق للاختبار سوف أقف بالقلقلة الكبرى، لأنه لدينا قاف مشددة بكسر، قاف ساكنة ثم قاف مكسورة. القاف الثانية هو الذي سيحدث فيها القلقلة، وقلقلة كبرى لأنه سأقف عليها في آخر الكلام سوف تكون، وأبين القاف الأولى ثم بعد ذلك القلقلة. حق حق هكذا، بارك الله فيكم، تدربوا عليها ومن غير زوائد. يعني ممكن أنه حق، يعني ممكن أن تزيد همزة يعني تشوبها شائبة، أو تشوبها فتحة، أو تشوبها ضمة، أو تشوبها كسرة، بحسب الموضع الحرف المقلقل. فانتبهوا لهذا، من غير أي زائدة فتحة أو ضمة أو كسرة أو همزة يكون في آخرها همزة. حق حق انتبه إلى هذه المسألة. القاف نعلم بأنه هي مفخمة، لكنه التنوين لا علاقة له في التفخيم، وسوف يكون لدينا تنوين وواو، فتقول حق وقو. يعني الآن انحصرت الواو والإدغام بين القاف، قاف مرتبة أخيرة وقاف مرتبة ثانية، فنخلص الغنة تكون مرققة حق و وليس و وقولهم. أظن أنه قلتها في وقتلهم هنا. الواو مرقق، القاف مفخم مرتبة ثانية. انتبهوا إلى الواو وقولهم، أنا طولت صوت الواو قليلا حتى أجعلك تنتبه عليها. واو ساكنة قبلها مفتوح، واو لين قلوبنا، على عكس هذه الواو في كلمة قلوبنا أنه قبلها مضموم. فانتبهوا، بارك الله فيكم. ميم مظهرة من كلمة وقولهم، وقولهم قلوبنا قلوبنا من القاف إلى الباء مضمومة الشفتين، تمام؟ والميم مظهرة سمعتم كيف نطقناها، لا نأكل صوت الميم المظهرة في أي موضع في القرآن. غلف الغين مرتبة ثالثة، الغين بغير مرتبة ثانية، هنا ثالثة مضمومة. جاءت اللام الساكنة بين ضمتين الغين والفاء، وممكن أنه أنا أقول غلف غلف، سحبت جعلت الكلمة كلها مضمومة وسحبت ضمة الغين إلى اللام، وهذا خطأ. وأيضا اللام مرققة والفاء، فننتبه لهذا الأمر. أنا إذا أقف طبعا سوف أقف بفاء ساكنة، غلف غلف، اللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط لين عمر، الفاء رخوة يجري فيها الصوت والنفس، والفاء مخرجها ضعيف تحتاج إلى هواء حتى أسمع صوت الفاء. إذا استمريت في القراءة تنوين مع الباء قلاب غلف، انتبهوا إلى الشفتين، غلف بل طبع بل، لام أيضا هنا ساكنة يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة ننتبه لها. طابع، لا أقول طابع طو، هنالك من يكور الشفتين في نطق حروف الاستعلاء 7 وهذا خطأ، لا إعمال للشفتين، بارك الله فيكم. طابع، الطاء مفخمة مرتبة ثانية. العين مفتوحة جاءت قبل اسم الجلال الله، إذا تفخم اللام، لا نفخم العين، نقول طابع الله، لا العين ليست من حروف الاستعلاء، خص ضغط قض، فانتبه. طابع الله، هكذا العين مرققة. عليها ياء لين، عليها عليها ليون وسلاسة.
لا تقول بل طبع الله عليها بكفرهم، تمام؟ هذا خطأ. عليها صار نبر، عليها بكفرهم، بكسرة كو كفرهم. ما قلته هنا من تخليص الفاء من أن تضم ينطبق هنا في هذه الكلمة، والراء مرققة والميم مظهرة بكفرهم، فلا جاء بعدها فا، واحذر لدى وأظهرنها عند باقي الأحرف، واظهر لدى واو وفاء أن تختفي، وهنا الفاء بكفرهم فلا، تمام؟ فلا قليلا، هذه الألفات حذرتكم منها، فلا يؤمنون. أولا لا أسحب ضمة الياء إلى الهمزة الساكنة، ثانيا لا أقلقل الهمزة يؤمنون لأنه لم يحدث عندي انقفال الأوتار الصوتية، فانتبهوا يؤمنون، هذا هو المقطع، اجعلها مقطعين. المقطع الأول يو، لا أسحب الضمة، يو قفل مينون، انتهى دورها، يو انتهى دورها، مينون يو مينون، هكذا هو الصوت بإذن الله عز وجل. إلا قليلا لا نمسك اللامات، إلا هذا مسك وأطلت صوتها، وصوت اللام هو فترة زمنية بسيطة ما بين الشدة والرخاء، وحرف توسط لين عمر. إلا هكذا قليلا، القاف مرتبة ثانية مفتوح، فانتبهوا لهذا. لا أقول قليلا، لا تكبير للشفتين، نقف على مد العوض بمقدار حركتين. طبعا لو استمريت في القراءة تنوين واو إدغام، إلا قليلا وبكفرهم وقولهم، بكفرهم مرت معنا ما قلته هنا فيها، وكفرهم مرت معنا، قولهم مرت معنا هنا بغير حق، وقولهم على مريم، على وليس على، على مريم. هنا لدينا كلمة مريم الراء ساكنة قبلها مفتوح، هنالك من يقول مريم مريم، هذا خطأ، مريم ولا أقول مريم، أكور الشفتين، الراء ساكنة قبلها مفتوح تفخيم، أفخمها بطريقتها التي سمعتموها، مريم بهتانا، لا تسحب ضمة الباء إلى الهاء، بهتانا خطأ، بهتانا هكذا، والها كما سمعتموها باهتزاز الأوتار الصوتية يجري فيها الصوت، رخاوة يجري فيها النفس مهموسة، فانتبهوا، وهي طبعا مخرجها من أقصى الحلق، تنوين عين إظهار، لا أقول بهتانا عظيما هكذا أنبر، لا أسمع صوت النون المظهرة، بهتانا عظيما، عين مرققة ضام مفخمة مرتبة أخيرة، فلننتبه بارك الله فيكم. لا أقول عظيما، عظيما، تنوين هنا سوف نقف على مد العوض بمقدار حركتين، وقولهم مرت معنا إن، هنا هذه الكسرة أجعلها ياء خطأ، إن وقولهم إن خطأ، انتهى دورها، نون مشددة الغنة أكمل ما تكون، إنا قتلنا هكذا، قتلنا قاف منفخة مرتبة ثانية، لام أحرص عليها، أقول هنالك من يدغمها في النون فيقول قتلنا قتلنا، هذا خطأ، قتل قتل قتلنا، يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، قتلنا المسيح، نل من النون المفتوحة لأنه التقاء الساكنين هنا، انتقلت إلى اللام من كلمة المسيح لأنه قمرية، لأنه جاء بعد حرف الميم الأحرف القمرية، ابغي حجك وخف عقيمه، ميم من كلمة عقيمه، المسيح أبدأ بهمزة قطع مفتوحة لأنه ثالث الحرف مفتوح، المسيح عيسى كسرة العين، عيسى ب، عيسى بن مريم، الميم هنا انتبه إليها، عفوا الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، مريم مرت معنا، مريم مريم، ولا تقول مريم، لا أعرف، أو مريم مريم، هذا خطأ، مريم عيسى بن مريم، رسولا رسولة مرت معنا كثيرا لأنه عندنا الراء مفتوحة تكون مفخمة، فتقول السين صاد أو تشممها صاد، تقول رسولة خطأ، رسول الله، لام مفتوحة قبل اسم الجلالة الله تفخم اللام، ولا أفخم اللام من كلمة رسول، أقول رسول الله، لا 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 الله، لا لا لو
لي لا لو لي. وما قتلوه وما قتلوه، القاف مفخمة مرتبة ثانية، ونضم الشفتين في اللام والواو والهاء. وما صلبوه، الصاد مفخمة كما مرتبة القاف ثانية مفتوحة. ولا أقول وما صلبوه صلبوه، احنا نقرأ في رواية حفص بارك الله فيكم، فانتبهوا، الصاد هي المفخمة فقط وباقي الأحرف مرققة، ولكن كسرة الكاف ثم أنتقل نون شين إخفاء، أذهب إلى مخرج الشين، أتهيأ لنطق حرف الشين. ولكن شو، ولكن شبه لهم، با شديدة مجهورة من صفاتها وهي مكسورة، فانتبه، لهم، ها مضمومة نضم الشفتين، ميم مظهرة في الوقف والوصل، وخاصة جاء بعد حرف الواو، احذر أن تختفي، لهم و، تمام؟ وإن الذي قلته في كلمة إن، وإن أنه لا تمت الهمزة المكسورة تجعلها ياء، وإن، انتبه لهذا الأمر. الذين مرت معنا كثيرا في الدروس السابقة، اللام اسمية مدغمة مرققة، الذال مكسورة نكسرها، لا أمسك اللامات المشددة، سير مسك، فانتبهوا، لا من أحرف التوسط لنعمر. وإن نون مشددة، الغنة كما سمعتم أكمل ما تكون. وإن الذين اختلفوا، اختلفوا بدأت بهمزة قطع مكسورة لأنه ثالث الحرف مفتوح، نكسرها هنا، والخاء هنا يجري فيها الصوت والنفس، فانتبهوا بارك الله فيكم. مرتبتها رابعة مرتبة الساكن، وهنالك من يقول اختلف ويجعل هذا الشخير، فانتبهوا، هذا مبالغ فيه وهذا غير صحيح. اختلفوا، اختلفوا فيه، 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 كسرة الفاء والهاء، لا في كسرة الفاء، شك، شك منه الكاف كما سمعتم أنه فيها همس، لا يعدم الهمس في الكاف المتحركة، فانتبهوا بارك الله فيكم، تنوين مع الميم، شك إدغام. وانتبه إلى أنه سوف نقف هنا على كلمة منه، لا تجعل صوت النون أطول زمنا من صوت الهاء، لأن النون متوسطة من أحرف البينية للعمر ولها ورخوة، فتقول منه، هكذا أسمع البعض أنه يطيل صوت النون، فانتبهوا بارك الله فيكم، أن صوت الهاء هو أطول من صوت النون، من هكذا بارك الله فيكم، منهما لهم به، ميم مع الباء إخفاء، وكما قلت قبل قليل إطباق أو فرجة بحسب ما تعلمتموه من مشايخكم، بارك الله فيكم. ما لهم به من علم، به مد صلة صورة بمقدار حركتين، كسرة الباء والهاء، من كسرة الميم والنون والعين، إظهار، من علم، هكذا بارك الله فيكم، واللام ساكنة، علم، عين، ميم مكسورة، وتنوين لدينا مع الهمزة إظهار، علم إلا كما سمعتم، ولا أقول علم إلا، هكذا يحدث نبر، فانتبهوا لهذا الأمر، إلا لا تمسك اللامات المشددة، إلا اتباع، خطأ، إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، وقفت طبعا على نون مشددة، فسوف أطيل الغنة لكي أنه يحس السامع أنه هذه في الأصل نون مشددة، فأطلت الغنة فيها. الظاء مشددة، ظاء ساكنة، ظاء مفتوحة، الساكنة مرتبة رابعة، الظاء المفتوحة مرتبة ثانية، الظ، الظ، الظن، هكذا بارك الله فيكم، إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا، وما قتلوه مرت معنا، القاف مفخمة مرتبة ثانية، القاف يقينا مفخمة مرتبة خامسة لأنها مكسورة، نقف على مد العوض بمقدار حركتين، إذا استمريت في القراءة سوف يكون لدينا، لأنه ممكن أن تقول ما هذه الميم، هذه يقينا، بل سوف يكون لدينا إقلاب مع الباء، هذا حرف الميم الموجود هنا، يقينا بل رفعه، لو تلاحظون اللام والراء حرفان متجاوران في المخرج، إذن سوف يكون لدينا هنا إدغام،
وهذا الإدغام هو إدغام حرفين متقاربين، اللام ال الر ر، ولأنه متقاربين صار لدينا هذا الإدغام، لأنه إذا أقول بل رفعه، بل رفع يعني إما أن تقلقل إذا لم يحدث الإدغام، بل رفعه إذا استمرت في القراءة علشان أنا بسرعة انتقال اللام إلى الراء لأنه متجاورة جدا، أو أقول بل رفعه سيحدث لدي سكت هنا، تمام؟ فإذا ماذا كانت العرب سليقتها؟ تقول بر رفعه، بر رفعه، إدغام اللام بالراء كما سمعتم، بارك الله فيكم، لكي تكون سهلة ميسرة بإذن الله عز وجل. الراء مفخمة لأنها مفتوحة، المضموم جاء قبل اسم الجلال الله، رفعه هو نضم الشفتين، الله نضم الشفتين، إليه لام ياء، لام ياء، ياء ساكنة قبلها مفتوح. إذا يا أولين، رفعه الله ضم قبل اسم الجلال، تفخم كما مرت معنا من غير أن أفخم الهاء لأنها ليست من أحرف الاستعلاء. وكان خطأ، وكان الله خطأ لأنه قللت الألف، وكان هكذا، وكان الله مفتوح قبل اسم الجلال، الله تفخم اللام، الله نضم الشفتين، وكان الله عزيزا حكيما. دائما في المكسور في الياء أخفض الفك السفلي إلى الأسفل، الألف فتح الفم، الواو ضم الشفتين، الياء خفض الفك السفلي إلى الأسفل. حكيم، عزيزا حكيما، إظهار عزيزا حكيما، لا تفعل هذا، وأسمع صوت النون المظهرة، عزيزا حكيما، مد العوض بمقدار حركتين عندما نقف على كلمة حكيمة. وإن من نون ميم إدغام، نون همزة إظهار، ها يجري فيها الصوت والنفس. وإن من أهل الكتاب، أهل الكتاب، الخطأ الذي يحدث في الهاء أنه الكثير يخرجها صدرية من الرئتين ولا يخرجها باهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق، فانتبهوا لهذا. أهل الكتاب، للكتاب، اكسر اللام من كلمة أهل وانتقلت إلى اللام من الكتاب لأنه لدينا همزة وصل، واللام قمرية، ابغي حجك كاف. الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا لا تمسك، إلا اكسر الهمزة ولا تمسك اللام المشددة كما قلت، اللام من أحرف التوسط، إلا ليؤمنن، مرت معنا يؤمنون هنا، فلا يؤمنون إلا قليلا، قلت أنه لا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة فانتبه، ولا تقلقلها، إلا ليؤمنن، خطأ، اقفل، أي ليؤمنن به، انطي حق النون المشددة، الغنة أكمل ما تكون، به قابل مد الصلة صغرى بمقدار حركتين، كسرة الباء والهاء، قابل موته، قابل، القاف مفخم مرتبة ثانية، الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، واو لين موته، هكذا، أقف على ها يجري فيها الصوت والنفس ساكنة باهتزاز الأوتار الصوتية، واو لين ننتبه إليها، ويوم، واو لين أيضا، ويوم القيامة، القاف مفخمة مرتبة أخيرة، يكون نضم الشفتين، عليهم يا أولين، الهاء مكسورة، الميم مظهرة، عليهم شهيدا، كسرة الهاء، نقف على مد العوض بمقدار حركتين، فبيضو، فبيضو، فبظلم، الباء مكسورة والظاء مفخمة مرتبة ثالثة، اللام ساكنة، وننتبه، فبظلم، يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، الميم مكسور، تنوين كسر مع الميم إدغام، فبظلم من الذين هادوا، الذين مرت معنا قبل قليل، هادوا خطأ، هادوا حرمنا، هنا في كلمة حرمنا ممكن أن تقول حرمنا، تفخم الحاء لأن جاورت الراء المفخم لأنها مفتوحة، فإذا ح حر را، ولا تقول حرمنا، تكرير را خطأ، حر را حرمنا، ولا أقول حرم، أكبر الشفتين، فانتبه، حر را
حرمنا، ميم ساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة، لأنها من أحرف التوسط لين عمر، لأنه ممكن أحدهم يقرأها حرمنا يقلقلها، فانتبه بارك الله فيك. عليهم يا أولين ميم مظهرة، عليهم طا، طا مفتوحة لأن سوف تكون مفخة مرتبة ثانية، طا وليس طو، لا تكبير الشفتين. طيبات يا أو، يا مشددة فيها نبر، ونكسرها جيدا. طيبات، لا تقول طيبابات، هذه ألف خطأ. طيبات أحلت لهم، كما سمعتم التاء الساكنة هنا، لا أقول أحلت لهم، خطأ، أحلت لهم. همس لطيف جدا، الهاء مضمومة نضم الشفتين فيها من لهم. ميم مظهرة خاصة جاء بعدها واو، لهم وبصدهم، ميم مظهرة، صاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، وبصدهم، ولا تقول وبصدهم، لا تفخم الدال، الصاد فقط هي المفخمة، وبصدهم عن، نون سين اخفى، اذهب الى مخرج السين، عن سبيل الله، كسر قبل اسم الجلال الله، اذا ترقق اللام، سبيل الله كثيرة، في ثيرة، اكسر الثاء، نقف على مد العوض نضال حركتين، الراء مفخم لانها مفتوحة. واخذهم، هنا ممكن ان تقول واخذهم، فخمت الهمزة المرققة لانها جاورت الخاء المفخمة مرتبة رابعة لانها ساكن. واخذهم، انتبه إلى الذال والهاء المكسورة والميم مضمومة. وأخذهم الربا، الربا، الربا مكسورة تكون مرققة، لا تقول الربا، الربا، لا تفخم هذه الراء، بارك الله فيكم، فهي مرققة. الربا، الربا، لا ترفع أقصى اللسان فتخرج معك راء مفخمة. وقد نوه، طبعا هنا لا، لأنه سأستمر في القراءة سوف تكون هذه الدال في وسط الكلام، فإذا قلقلة صغرى، وإذا أريد أن أقف للاختبار وقد سوف تصبح كبرى لأنه سوف تكون في آخر الكلمة. القاف من كلمة وقد مفخمة مرتبة ثانية، فانتبهوا بارك الله فيكم. نوه نضم الشفتين، عنه لا أطيل زمن النون عن الهاء، عنه وأكلهم، كاف مهموسة، وأكلهم، ولا أقول وأكلهم قلقلة أو وأكلهم، هذا مبالغ، يعني إما أن أقع في أن أبالغ الهمس أو أن أقع في القلقلة، إذا وأكلهم، كسرة اللام والهاء، ميم مظهرة، وأكلهم أموال الناس، ميم ساكن ما يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، فانتبهوا بارك الله فيكم، لأن من حروف التوسط. الناس، لا تقول الناس، تنبر، أنت أتيت في الغنة لأن النون مشددة أكمل ما تكون وبعد ذلك نبرت، خطأ، انتبهوا. الناس، خطأ، الناس بالباطل، لا تقول بالباطل، أصلا بعيدة والطاء مفخمة مرتبة خامسة أخيرة، فمنهم من يقرأ بالباطل، خطأ، بالباطل طيل، ولا يقول بالباطل علشان انا اخلص الالف من ان تفخم، بالباطل خطأ، بالباطل، هكذا بارك الله فيكم، اقف على لام ساكنه يجري فيها الصوت فتره زمنيه بسيطه. واعتدنا، الهمزه والعين متجاوره، الهمزه من اقصى الحلق، العين من وسط الحلق. وأعتدنا، والعين ممكن أن تقول وأعتدنا قلقلتها، أعطيها حقها من جريان الصوت فتخلص من هذه القلقلة، والدال مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام. وأعتدنا انتبه هنا، ما الطبيعي، ألف ساكن قبله مفتوح، وأعتدنا للكافرين، هذا خطأ، وأعتدنا للكافرين وليس للكافرين، عذابا أليما، خطأ، هذه الألفات، للكافرين، لام مكسورة الأولى واللام الثانية ساكنة، للكافرين، كسرة الفاء والراء والراء مرققة، منهم نون هاء إظهار، ميم عين إظهار، منهم عذابا أليما، هكذا بارك الله فيكم، كما سمعتم صوت الميم المظهرة ولدينا تنوين مع الهمزة إظهار، نسمع صوتها ونقف على مد العوض المضارع حركتين، لكني
لكني، لكني كسرة الكاف والنون، لكن الراسخون من النون المكسورة إلى الراء لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية. الراسخون أبدأ بهمزة قطع مفتوحة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، وهنا ممكن أو طبعا الألف تتبع الراء في التفخيم. الراء، ولا أقول الراسخون، لا أكور الشفتين، انتبهوا، الراسخون، الخاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، في العلم منهم في، فأكسرها، اللام قمرية، عين أبغي حجك وخف عقيمه، العلم، لام ساكنة، العلم منهم، كسرة الميم والنون والهاء، النون مع الهاء إظهار، ميم مظهرة، منهم والمؤمنون، عملتها بطيء، يؤمنون، لا أسحب ضمة الميم إلى الهمزة والياء، ضمة الياء إلى الهمزة، المؤمنون، خطأ، يؤمنون، خطأ، والمؤمنون، انتبه، والمؤمنون يؤمنون، هكذا أنا أبين لك كيف أنه ما سحبت ضمة الميم والياء أو الياء إلى الهمزة، وبينت كيف تم قفل الأوتار الصوتية بارك الله فيكم بما أنزل. هنا لدينا حرف المد في بما، والهمزة في أنزل، مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو 4 أو 5، بما وليس بما، انتبه إلى صوت الألفات. أنزل، لا تقول أنزل، تسحب ضمة الهمزة إلى النون ويتغير صوت الغنة حتى عندك. أنزل، أنزل إليك، أنزل من قبلك، هكذا صوت النون مع الزاي، اذهب إلى مخرج الزاي، إليك يا أولين، يا ساكنة قبلها مفتوح، وما أيضا هنا مد جائز منفصل، وما أنزل من قبلك، من قبلك، نون قاف غنة مفخمة. لماذا مفخمة؟ لأنه جاء بعدها حرف القاف وهو من حروف الاستعلاء. مرتبة غنة الإخفاء تكون بحسب مرتبة القاف ثانية، إذا نفس المرتبة. من قبلك، الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، أقف على كاف ساكنة مهموسة. قبلك، هكذا بارك الله فيكم من غير مبالغة. والمقيمين، قاف مفخمة مرتبة أخيرة. الصلاة، صاد مشددة، صاد ساكنة ثم صاد مفتوحة، صاد الساكنة رابعة، صاد المفتوحة ثانية، فانتبهوا. الصلاة، لا أقول الصلاة، اللام مرققة. والمؤتون، المؤمنون، المؤتون، لا أسحب ضمة الميم إلى الهمزة، وكما قلت في المؤمنون يؤمنون، هكذا. الزكاة، زاي مشددة ويجري فيها الصوت، لا يجري فيها النفس، ليست من أحرف فحث أو شخص سكت. والزكاة، هكذا تجعل فيها همس، هذا خطأ. الزكاة والمؤمنون، مرت معنا بالله مكسورة فتكون مرققة اللام. واليوم، واولين، واليوم الآخر، بما أنه راء سكنت قبلها مكسور فتكون مرققة، وفي الوصل أيضا تكون مرققة لأنها مكسورة. ماذا؟ مد بدل ألف مفتوح، ألف ساكن قبل همزة مفتوح. الآخر، راء مرققة. لا تقول أولئك، هذه واو تكتب، هذه فوقها الصفر المستدير هذا تكتب ولا تلفظ. لا تقول أولى، انتبه، أولئك، ولدينا مد واجب متصل في كلمة أولئك لأنه حرف المد الألف والهمزة في كلمة واحدة. سنؤتيهم ما شاء الله، هذه صفحة، صفحة الهمزات، فلا تسحب ضمة النون إلى الهمزة. سنو، خطأ، سنو، سنؤتيهم، أضم ثم أرجع، سنؤتيهم وقفل، سنؤتها دورها، تيهم، سنؤتيهم أجرا، كما سمعتم ميم مظهرة، لا آكل صوت الميم، أجرا عظيما، جيم مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، راء مفخمة لأنها مفتوحة، والتنوين مع العين إظهار، أجرا، أسمع صوت النون المظهرة، أجرا عظيما، العين مرققة، الضاد مفخمة مرتبة، أخيرة خامسة، فلو أفخم العين أقول عاضي،
ضيمة أيضا أفخم الياء إي عظيمة، أقف على مد العوض بمقدار حركتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم الموصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.